والتقى النبي صلى الله عليه وسلم بمن في احد المواسم الحج؟ الطفيل الدوسي. الطفيل هذا شاعر لبيب فاهم وخطير، يقولون كان اذا تكلم مثل اليوم شعار المحاورة هذا ولي، يقول يعطيك بالابيات العشرة والعشرين وراء بعض ويعطيك اياها بالصميم. الطفيل جاء اول ما دخل مكة شافه قريش، قالوا ادركوا طفيلا قبل ان يرى محمد فيسلم ثم نبلش هذا. وهذا رجال اعلامي ولسانه قوي، والاعلام الشعر، الشعر والخطابة كانت هي وسائل الاعلام في ذلك الوقت. وقابلوا قريش الطفيل، قال وين رايح؟ قال بروح الكعبة. قالوا ايش عندك؟ قال ابغى طوف. هو كافر طبعا. قالوا احذر، فان الذي صبأ من المسلمين او من قريش مع رجل يقال له محمد هناك، تراك تسمع كلامه وتنسحب. ساحر يفرق بين الرجل وزوجته وبين الولد ولده، والرحت لانت بيدوخك بهالكلام، احذر ان تستمع اليه. قال كيف انا شاعر وعاقل وعندي ما اميز به؟ قالوا لا احذر. قال بروح ما علي منكم بس بحط قطن في ذني، وهذا قطن وسد ذنيه. يقول الطفيل فذهبت الى الكعبة ادور محمد، يقول فعرفته من وجهه، معروف وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فاتيت وهو يصلي وكنت اطوف، يقول فرآني فبدأ الرسول يرفع القرآن يقرأ يا ايها المدثر قم الليل قم فانذر وربك فكبر، يقصده. يقول وانا ما استمع القرآن، يقول الرسول يرفع، يقول وقفت مع نفسي قلت انا الحين مجنون حاط هالقطن في ذني؟ انا خبل، انا عاقل وكبير قومي وشاعر واميز، ليش انا اسمع كلام قريش وحشي ذني بهالقطن هذه؟ ابشيل القطن وبسمع كلام هالرجال، ان كان كلامه حق قبلته وان كان خطأ رددته، انا رجال اميز شاعر ولا في افصح من لساني. يقول فازلت القطن، فازال القطن من اذنيه وبدأ يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن، وتأثر الطفيل انشرح صدره. يقول فتركته جلست راقبة لين انتهى، ثم تركته حتى دخل بيته، شاف بيت الرسول. يقول فلما دخل البيت رحت وطقيت الباب. يقول فلما فتح الي قال من انت؟ يقول عرفته بنفسي، قلت انا الطفيل الدوسي جئت من المكان الفلاني وربعك قريش حذرتني من استمع منك. وجلس يناقش النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول له صلى الله عليه وسلم اسمع مني هذا الكلام. يقول فجلس يقرأ عليه، فلما قرأ وش قال الطفيل؟ اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله.